بمناسبة تنظيم المديرية العامة الوطني لأبواب المفتوحة الثانية اللي هي أبواب جاءت دائما في إطار التواصل مع المواطنين. وإذا لاحظتم هذه الأبواب الثانية هي جاءت نقلة نوعية في طبيعة استراتيجية المديرية العامة الوطني، حيث انتقلت من فترة من الأبواب المفتوحة الأولى اللي شكلت شكل من المغادرة إلى ترسيخ وإلى تثبيت هذه الأبواب المفتوحة باعتبارها استراتيجية جديدة تواصلية اللي غادي تلوها إن شاء الله أبواب مفتوحة أخرى. وهي كذلك هذه الأبواب المفتوحة هي تجسيد حقها وتنزيل للتوجيهات الملكية السامية بخصوص الرفع من الخدمات الأمنية وتجويدها وتحسين المرفق الأمني. وكذلك هي جاءت مناسبة للتواصل مع المواطنين والأجانب والمقيمين. ستعرف هذه الأيام من يومه الأربعاء إلى يوم 30 شتنبر مجموعة من الأنشطة والاستعراضات والعروض بكافة الأشكال، وكذلك هناك أنشطة ترفيهية وهناك ندوات سوف تتعرض لمجموعة من القضايا الحالة والراهنة والمهمة جدا. هي كذلك مناسبة للمواطن المغربي ولجميع الزوار الكرام أنهم يحضروا مجموعة من الاستعراضات التي تجسد نوعا أو قسطا من العمل الأمنية، من ضمنها التدخلات في إبان اختطاف الرهائن مثلا أو احتجاز الرهائن، من ضمنها عروض ستقدمها فرق الدراجين وفرق الخيالة، وكذلك عروض سيقدمها خاصة بكيفية حركة السلاح مثلا أو المشي العسكري. فرصة كذلك باش نتحدثوا على الأروقة اللي هي 29 رواقا مفتوح للجمهور يجسد كافة أنشطة الشرطة، كافة مرافق المديرية العامة الوطني بما فيها المرافق الخدماتية. ثم كان ليس عني الأمر إلا أن أتمنى وأشدد حقا على الرواق يعز على القلب، والرواق اللي كنوجدوا فيه حاليا وخاص بشهداء الواجب. لهذه المناسبة ندعو لهم إن شاء الله بالتواب بالغفران.